يحضر معنا المخرج البحريني بسام الذوادي. أهلا بك أستاذ بسام. يا هلا، وشلونكم أنت وناس؟ صراحة سعيد أن أنا أشوفكم وأتكلم معاكم. صراحة كيف وجد هذه أول زيارة لك للجزائر؟ نعم، هذه أول زيارة أنا شخصيا، لكن أفلامي حضرت المهرجان منذ البداية. سبقتك أفلامك إذن. نعم. كيف وجدت مدينة وهران؟ وهل زرت مدن أخرى أم أتيت مباشرة إلى مدينة وهران؟ لا والله، جينا على طول على وهران وانبهرت في وهران. هذه المدينة الصغيرة الكبيرة بناسها، الكبيرة بثقافتها، هذا شيء لفت نظري. قلت ندمت، يا ريتني جيت من قبل. سبقتك أفلامك ولكنك أتيت في النهاية. أخبرنا أستاذ بسام عن عودة المهرجان وعودة أو ازدهار السينما العربية رغم الحرب. نحن اليوم في هذا المهرجان نحتفي بالسينما العراقية، هناك إضاءة على السينما العراقية، وكذلك أفلام من غزة إلى وهران من المسافة صفر، 22 فيلم جاء بها أو سافر بها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي. ما رأيك في هذه الالتفاتة على غزة، وماذا تقول عن هذه المقاومة الثقافية التي يقوم بها المخرجون أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة؟ هو أول شيء صراحة هذا المهرجان لا يعطي فقط ثقافة ولا يعطي رؤية سينمائية، وإنما يعطي أمل. وجود السينما العراقية، وجود سينما فلسطينية ليس غزة فقط وإنما فلسطين، هذا أمل أن كل العرب ترى متحدة من خلال هذا المهرجان لتقول كلمتها، لتوصل كلمتها. هذه الأفلام المهرجان ليس فقط أن أنت تعرض أفلام فلسطينية، لا، هذا المهرجان نافذة على السينما الأوروبية، بحيث أن يشوفون الأفلام الفلسطينية من خلال وهران، وتنتشر الأفلام الفلسطينية في أوروبا بوجهة نظر عربية، وجهة نظر فلسطينية، تقول الحق في حق غزة. المهرجان أعطى هذه الفرصة. تعد السينما مرآة للشعوب. نعم. هل تعكس السينما العربية قضايا واهتمامات الإنسان العربي برأيك؟ أتوقع أن هي تعكس القضايا، ولكن السينما العربية المهم فيها والجميل فيها هي المحلية، ليست قضايا الإنسان العربي بشكل عام. بعض الأفلام فيها شمولية في الطرح، ولكن مثلا أفلام الجزائرية من المهم بالنسبة لي كعربي أن أشاهد القضايا اللي في الجزائر، الإنسان الجزائري، لأن بهذه الطريقة أنا أفهم، بهذه الطريقة أنا أستوعب، بهذه الطريقة أحاول أفكر أن كيف أمد يدي وأساعد، أو أن أنا هو يساعدني. نحن من المحلية ننطلق إلى العالمية. وحديثك عن المحلية وعن السينما الجزائرية، شهد أمس حفل افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربي، تكريم واحتفاء بأيقونة السينما الجزائرية والعربية، المخرج العالمي الكبير محمد الأخضر حمينة. من هم من المخرجون؟ وكان كذلك من الحضور أحمد راشدي والمخرج الكبير الفرنسي اليوناني كوستا غافراس وزوجته ميشيل ري. ماذا تقول عن حفل الافتتاح وعن السينما الجزائرية، ومن من المخرجين الجزائريين ألهمك كمخرج بحريني؟ بصراحة المخرجين الجزائريين الأخضر حامينا، هذا من أيام ما احنا شباب صغار سمعنا بالأخضر حامينا وشاهدنا. كانت لي الفرصة في نهاية السبعينات ان انا اشاهد فيلمه وقاع سنين الجمر. تعلمنا على يده. هذا الرجل هم السينما، وهم يعني لم يكن يقصد أن يعلمنا، ولكنه معلم من غير ما يقصد. تعلمنا، أجيال عربية تعلمت على إيده. الأستاذ أحمد راشدي هذا تاريخ. أنا عملت مهرجان في البحرين، مهرجان كبير في سنة 2000، كان مهم عندي أكرم الأستاذ أحمد راشدي. كرمته في البحرين، عملت كتاب عن أحمد راشدي في البحرين عن حياته. هذا الرجل العربي الوحيد الذي فاز بالأوسكار مع كوستا غافراس في فيلم زيد سنة 69. كوستا غافراس هذا الإنسان اللي كنت أتمنى أتعرف عليه،